ركن يا لفريق نجم الساحلي نصايه كره خطيره الفريق التونسي سجل امام غلطه كبيره من النقاش تابعها العربي كان ينتظرها كريم العربي امام غلطه العربي اقتنص الكره العربي يخطف كره من الحارس تيكلاتي يختفي بعد الكره ابراهيم النقاش والنجم الساحلي يرجع للمباراه شوفوا اعاده مره اخرى امام النقاش العربي سجل انشي السيري يرجع روح للاتوار الدقائق القادمة دقائق من دقائق ستكون مشتعلة نجم الساحلي سيلعب من أجل الكرة الثانية تعيد الفريق للمباراة وتعب الكفاء نين بقابل واحد مجموع اللقاي اشتعل ملعب رادس بهدف العربي كرة من الشيخة باتجاه العربي تقدم الدفاع يسترجع كرة فريق